إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها، كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. أيها السيدات والسادة، لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل، وسنبقى في أرضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.